من جديد، نجح المصريون في جمع أكثر من 40 مليون جنيه لإنقاذ طفلة مريضة بضمور العضلات الشوكي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أيام من تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام في الشارع المصري. رقية تحتاج للحصول على حقنة قبل أن تكمل عامها الثاني، وذلك لإنقاذ حياتها، والمشكلة أن الدواء هو الأغلى في العالم، حيث يقدر سعره ب40 مليون جنيه مصري أو ما يعادل نحو مليوني دولار. لذلك تصدر هاشتاغ أنقذوا رقية مواقع التواصل المصرية لجمع ثمن العلاج. ساهم في الهاشتاغ العديد من المؤثرين ولاعبي كرة القدم ومشاهير، أبرزهم النجم محمد الهنيدي. والد الطفلة كان جمع 10 ملايين جنيه، أما بقية التكاليف فكتبتها ملحمة تضامن مكثفة خلال الأيام الأخيرة، اكتمل المبلغ بل وزاد عليه بضعة ملايين. حاليا تمكث رقية في المستشفى لإجراء التحاليل اللازمة وإنهاء إجراءات العلاج.